جاء الريان من المنافسة البداية موفقة من جانب استقرار هدف الأول جول جول هدف رائع من أرشا بوراني وكأن عناصر نادي الاستقلال أرادت أن تفعل فعلتها في بداية هذا الشوط وبداية المباراة وفعلتها أرشا بوراني يفتح مجال التسجيل لصالح نادي الاستقلال مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثانية من انطلاقة هذه المباراة وكأن به يريد أن يخلط كل الأوراق بهذا